من جامع دخلنا كنيسة وهنخرج من كنيسة نخش الجامع. هذا التلاصق اللي ما بين مسجد عمرو والكنيسة المعلقة هو التلاصق اللي موجود ما بين المسيحيين والمسلمين منذ أن تواجدوا معا على هذه الأرض المباركة. إحنا الحقيقة الغرض من هذه الزيارة عدة أشياء. رقم واحد هو إذكاء هذه الروح، ويمكن إحنا وإحنا في السكة كنا كلنا بنهتف إيد واحدة وبنهتف لبلدنا مصر اللي إحنا زي ما قلنا هي اللي بتعيش فينا مش إحنا اللي بنعيش فيها. الحاجة التانية إن إحنا عايزين نعرف ولادنا والأجيال الموجودة ومواطنينا بالأماكن القيمة اللي عندنا، وإن مصر هي مهد الديانات السماوية الثلاث، ويمكن هذا التقارب هنا في مجمع الأديان يدل على هذا. عايزين ولادنا سواء كان في المدارس أو مواطنينا يعرفوا الكنوز اللي عندهم والتاريخ العظيم بتاع مصر والقاهرة، وفي نفس الوقت عايزين نشجع السياح من كل بلاد العالم يجوا يتفرجوا على الحضارة العريقة اللي موجودة لكل الديانات، وإلى وفوق كده إلى روح التعاون والمحبة والتواد. المسيحي بيته جنب المسلم، جنب بيت المسلم دار العبادة بتاعت المسيحي جنب دار العبادة بتاعت المسلم، كلنا زي ما مع بعض إيد واحدة. الوطن محتاجنا جميعا وليس محتاج لواحد دون عن الآخر، وإن شاء الله ده اللي هنوريه للعالم كله في الفترة القادمة، إن احنا قادرين بتماسكنا إن احنا نتخطى جميع الصعاب.